نسأل سي جوهر العذار مباشرة عن السؤال باش ما نطولوش عليه برشا. السؤال يطرح بقوة في الشارع الرياضي في صفاقس وعموما في تونس، نسألو على سي محمد الكوكي. حسب المعطيات اللي عندي فما جلسة ربما اليوم، شنو هو القرار الأقرب؟ هو القرار الأقرب هو باش نرجع ونحط الأمور في إطارها، أنه منذ تم انتداب السيد محمد الكوكي تم انتدابه لآخر الموسم، وأنه بعد أخر مقابلة باش تم جلسة يبدو لي مازالت ما صارتش من بينه ومن بين رئيس النادي في خصوص مستقبل العلاقة مع سي محمد الكوكي، كل سوا باش تكون ثم مواصلة، كل سوا باش يكون ثم معناتها أمر آخر. بيان سور هذا هو الشيء اللي قلناه، هذا هو اللي أكدوا كيف كيف سي محمد الكوكي البارحة في التصاريح نتاعو. بيان سور سي محمد الكوكي سيتان كما نقولوا احنا سيتان جنتلمان، معناتها انسان اللي يعرفه من قريب، انسان خارق العاده سواء في العلاقات سواء في التكوين، ممتاز جدا سواء كمدرب ولا كشخص، ممتاز جدا سواء كمدرب ولا كشخص. كيف كيف رئيس النادي يعرف معناتها القيمه نتاع سي محمد الكوكي ويعرف كل شيء. بيان سور احنا عندنا معناتها ليزوبجيكتيف، توا ليزوبجيكتيف زادوا وضحوا اكثر يمكن. دونك احنا بالنسبه لنا احنا بيان سور الاجتماع هذايا حد الان ما فهمش حتى معطيات او مخرجات جديده، اما الاجتماع هذايا ان شاء الله باش يتحدى على اساس هو مستقبل المدرب محمد الكوكي مع النادي. معناها 50 50 والا معناتها سابق لاوانه الحديث؟ انا مانيش باش يكون في الاجتماع هذا، بالطبيعه هو باش يكون مع رئيس النادي ومع اعضاء الهيئه المديره، كسوى نائب رئيس ولا اعضاء الهيئه المديره اللي هما معناتها مهتمين بشان كرة القدم. وبيان سور احنا عندنا توت ان بروجي سبورتيف، ونتخيل انه بيان سور معناتها ثم حظوظ كبيره في انه سي محمد كوكي يقعد كيما ثم ما نعرفش معناتها هو الاجتماع هذايا والقاعده هذه هي اللي باش تعطي المخرجات نتاعها، وما نحبش نسبق المعطيات هذه. واضح معناتها حكايه مسبقه.